أخت تقول أخت من غزة عندها قناة على اليوتيوب، على اليوتيوب الناس يعطونها مالا ويخبرونها أن هذه الأموال أمانة أمانة للأيتام. لما حد بيتبرع بمبلغ معين اليوتيوب بيأخذ منها نسبة، وبعدين هي بتوصل المبلغ كما هو يعني بعد العمولة أو تزيد من عندها وتؤدي المبلغ كاملا وهو $100. الشغلة الثانية أنها حاليا لا تستطيع سحب الأموال فهي محتارة، الناس ائتمنوها وفجأة اليوتيوب وقف السحب وما تقدرش تحصل الأموال ولا تستخرجها. أقولها التكليف مناطه القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تعلن إلى المتبرعين الموقف الراهن واطمنهم أنها ستطلعهم على أي جديد يتم في هذا الموقف، لكن لا تسترسل في قبول الأمانات حتى تستيقن من قدرتها على سحبها وتوصيلها، حتى لا تستكثر من التبعات في عنقها. بالنسبة للنقطة الأولى، طبيعي طبعا اليوتيوب قدم سيرفس، قدم خدمة، لن يقدمها مجانا، يقدمها مقابل نسبة، فهذا من الذي لا بد منه ولا بديل منه ولا غنى عنه فيما يظهر وسيلة فعالة من وسائل الجمع التبرع في وقت هؤلاء المنكوبون أمس ما يكونون حاجة إلى هذا، فأرجو أن لا حرج في هذا القدر إن شاء الله.